هذه شوارع أونجي، هذا السوق التجاري في أحد المدن. أخذ فرنسا. لا لا، هذه علامة تحويل أموال. هذه هي شوارع أوروبا. تكون وسط المدينة، شوارع مرتبة. طبعا اللي يزور الدول الأوروبية بيشوف الشوارع كلها نفس هذا النظام، يعني مرتبة. شوف هذا بدك تشتري شوكولاتة انت جوعان بالليل، ها تشتري اونلاين. هذه ماكينة، ها الشوكولاتة اللي بدك اياها. تشوف هاي 53، هذه ماكينة شوكولاتة تشتري في الشوارع. وهذا الشاشة تدخلها هنا كيف في البنك. ايوه خارج لك شوكولاتة من هنا. ايوه حلو نظام حلو. حتى في مكاين تشتري خبز، في مكان تشتري بيتزا، يعني بدون ما تروح للمطعم، في ماكينة بالشارع كل حاجة. تعرف لما تشوف الحين بينتهي في ماكينة تدخل كذا يقول لك في تحريك كذا. ايوه كرت ايش؟ ايش من كرت؟ كرت الباص. هذا شوارع زي شارع زي اثينا، عرفت الشارع هذا اللي عند مش اخر نون في محطة مونستراكي. مونستراكي مونستراكي حلوة كذا، بس هناك رخيص، المحلات ترخص من هنا، هنا غاليات. تصدق باثينا ارخص. اليونان بشكل عام رخيصة. لا هذا موديل السيارة. 185 موديل السيارة قديم، عقد له 100 سنة. هاي صوروا عيال. في الشوارع، ها الشوارع ما فيها محلات زي الدول العربية بالشوارع. شوف شارع تحت محلات، أنا كلها شركات. أنا محلات فيها بنوك، بس بنوك محلات في أيوة هن يعملين زحمة، هن مرتبين يا أخي، مش مثل الدول العربية أو الدول النائية. زي في دول نائية كذا، يعني محلات بالشوارع الطاج عملن زحمة السيارة. ثاني الخط فاضي، يكون فاضي. بس الطريق هذا ولا محل تصوير، يعني أدري ما تحصل محلات على الشارع زي هذا. محلات كلها بنوك شركات ومطاعم. هذا سنتين. يعني انت ما تصيح.
اللي حريه حصل لا والله رجل وبنت هذا رجل وبنت الله رجل وبنت مو بنات ها هذا محطة الترام تراموي واحد وبنت ولا واحد وبنت هذاك ولد وهذاك وهذيك بنت عادي وهذا فيتنس صالة رياضية هذه دولة صغيرة من داخل مدينة أونجي فرنسا حظا انا المجازة فاتح يوم الاحد اي مجازة الجيا والله يوم الاحد يا اي ساعة والله انا اختار اكتشفت قبل شهرين لي ساعة فاتحين الساعة 9